السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن وفاة المذيعة المصرية مها حسني التي توفت بالأمس مساء الاثنين 15 نوفمبر 2021. وكانت الراحلة قد عانت من المرض وعدة أسابيع وتنقلت من مستشفى إلى أخرى للعلاج، ولكن قضاء الله وقدره قد حان وتم، وإن لله وإن إليه راجعون. إذا أردنا أن نتحدث عن المذيعة الراحلة مها حسني نقول إنها كانت من أبرز الشخصيات النسائية الإعلامية على الساحة في جيلها، فكانت قد عملت في عدد من المهام داخل مسبيرو وبالتلفزيون المصري والقناة الأولى، وأول ظهور لها كانت قد لاقت استحسان من الجمهور وقبول كبيرين. وكشفت مصادر مطلعة أن الفنانة راحلة سوف يتم تشييع جنازتها عقب صلاة العصر في مسجد الرحمن الرحيم، وأن يتم الدفن في مقابر الغفير. وقد اشتهرت الراحلة بالدفاع عن الوطن، وكانت تعشق الوطن وتحبه، دائما لها إسهامات وطنية كبيرة وعرض كافة الإيجابيات من خلال برامجها وما تقدمه من التلفزيون المصري الرسمي، كما تحدثت في برامجها عن الأخلاق وتناولت مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية لهذا الخصوص. وأطلق رواد التواصل الاجتماعي في مصر هاشتاج الإعلامية مها حسني في ذمة الله، حرص العشرات من مستخدمي تطبيق التواصل على تقديم خالص الدعوات لها بالرحمة والمغفرة. أما الجدير ذكره أن هناك الكثيرون من يوم قد يبحثون عن اسم مها حسني ويريدون أن يعرفوا عنها الكثير، وهي من الجيل الذي قدم أعمال تعيش طويلا وأعمال الزمن الجميل، وكانت برامجها الهادفة محل اهتمام ومحل تقدير من الجميع، وكتب عنها النقاد وكتبت عنها الساحة الفنية والساحة الإعلامية الكثير من الكتابات التي تؤكد جدارتها وتؤكد أنها تستحق أن تكون في المقدمة. وبعد رحيلة اليوم الساحة الإعلامية في مصر تسود حالة من الحزن على رحيل هذه المذيعة الجميلة المحترمة. راحوا يتقدمون لأسرتها بخالص العزاء وخالص الدعوات أن يغفر الله لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، وإن لله وإن إليه راجعون.